شركه الجاز شركه رائده في مشاريع البنيه التحتيه، ولها تقنيه معالجه المياه والصرف الصحي ضمن المنتدى الصندوق الذي طرح حمس صندوق البنيه التحتيه، وهذا سوف يعطي دافع قوي للشركات المقاولات وشركات المخصصه في البنيه التحتيه، وهذه احدى اهداف الرؤيه لدعم القطاعات المختلفه من نشاطات المقاولات. الشراكه هاي طال عمرك هي احد المبادرات التي تقوم بها STC ضمن رؤيه المملكه 2030 للاستفاده من منظومه المياه والمعالجات الصرف الصحي، وهي تعتبر يعني هي يسمونها يعني المعالج البيئيه للمنشآت التي وشركات اللي مع STC. طبيعه العمل ومعالجه البيئيه هي تقوم بعمليه معالجه المياه الرماديه اذا صح التعبير، ومعالجه المياه الصرف الصحي والاستفاده منها في منظومه الزراعيه ومنظومه تدوير المياه للغسيل او خلاف ذلك من المنظومات. هذه تعطي ناتجين، الناتج الاول تخفيف الهدر المائي للمياه الشرب، والنقطة الثانية الاستفادة من المسطحات الخضراء من هذه المعالجة البيئية.